هناك أمام أجندة متعددة داخل هذا العدو، أنت أمام أجندة متعددة كثير منها متضرر إذا وقفت معاناة أبناء هذا الشعب. وللأسف الشديد كثير من الأجندة الداخلية متمثلة بمرتزقة هذا العدوان، والخارجية المتمثلة بأجندات كثير من الدول على رأسها أمريكا وبريطانيا، لديهم أجندات مختلفة. وشعبنا العزيز ضحية لهذه المطامع وضحية لهذه الأجندات الموجودة داخل كتل صفوف هذا العدوان البغيض الذي يمارس على بلدنا منذ 7 سنوات وهو الآن داخل في عامه 8. خاضوا نقاشا مريرا عندما تلمس لجنتنا العسكرية المفاوضة في عمان أنها أمام طرف لا يريد أن يصل إلى حل، يعني كل ما طرحت من خيار رفضوه، يعني لا يريدون حل. في نهاية المطاف ستكون لجنتنا مضطرة لإعلان مبادرة من جانب واحد، عندها نطيح بكل المؤامرات التي يحاول العدو أن يستغل معاناة أبناء إخواننا في تعز، وللأسف الشديد يريد أن يستغل معاناتهم وهو من افتعلها، وهو غير حريص بل يريد أن يستمر في استغلاله. لدى داخل المرتزقة أجندات بل مستفيدين من استمرار الأوضاع الصعبة داخل تعز وللأسف الشديد، لكننا نعد إخواننا في تعز، نعد أبناء تعز الشرفاء أننا سنفشل كل هذه المؤامرات وسنفشل كل المصالح التي يريدون أن يستغلوا معاناة أبناء تعز بسببها، سنفشلها وسنقف وسنكون عونا. الله أكبر. الله أكبر. سنكون داعما وسنكون مع كل ما يخفف وطأة الحصار على أبناء شعبنا في كل محافظة كانت، وهذا ما نعمل عليه من يومنا الأول. نحن قبلنا بالهدنة، وقبل قليل أقلعت من فوقنا طائرة اليمنية التي تعتبر الطائرة الخامسة في هذا الهدنة في هذه الهدنة وللأسف الشديد، والتي كان المفترض أن تكون الطائرة 20 أو 18 لكنها لا زالت الخامسة. نحن نقف أمام عدوان بغيض يتمتع بمعاناة أبناء شعبنا اليمني العزيز. قبلنا بهذه الهدنة ونحن نعرف أنه لن يفي بها وأنه لن يلتزم بها، ولكن وقوفا عند معاناة أبناء شعبنا كان لزاما أن نخفف وطأة الحصار، فقبلنا بهذه الهدنة ونحن نعرف أنه لن يلتزم بها. وأمام الراتب نحن في المجلس السياسي الأعلى اتخذنا قرارنا قبل أكثر من عام، ووجهنا بأن إيرادات السفن في الحديدة تخصص لحساب الراتب لكل أبناء الشعب. من هنا نجدد وندعو الأمم المتحدة وندعو أطراف مرتزقة العدوان وندعو العدوان نفسه إلى تغطية العجز في فجوة الراتب، فهذا الحساب مخصص وليس كما تسمعون من أصوات المرتزقة عندما يقولون ادفعوا الراتب من الإيرادات. يا أخي هذا الراتب مخصص بقرار من المجلس السياسي الأعلى من قبل عام، مخصص لصالح الراتب، لكنه لا يتجمع نصف الراتب إلا في عدة أشهر. النقاش كان على أساس أن تخصص هذه الإيرادات لصالح نصف الراتب على أن تغطي قوى العدوان ومرتزقته العجز في هذا الراتب من إيرادات النفط والغاز التي ينهبها لصوص العدوان ومرتزقته، لكن المؤسف أنه لم يفي بالتزامه، وبدلا من أن يكذب ويراوغ ويحاول أن يفهم هذا الشعب أن راتبه من هذه الإيرادات التي نحن بدونه
وقبل أن يوجد، وهو لا زال كائناً لم يوجد في كيان سياسي، اتخذنا هذا القرار في المجلس السياسي الأعلى، وشعبنا يعرف أنك مزايد وأنك تتمتع بمعاناته وأنك غير حريص عليه. هنا أدعو الأمم المتحدة للضغط على دول العدوان الوفاء بالتزامه في تغطية فجوة الراتب. أما نحن في المجلس السياسي الأعلى فنحن خصصنا هذا الإيراد من قبل أكثر من عام، لكنه لا يتجمع إلا في عدة أشهر. كما كان التفاهم المبدئي بيننا وبين الأمم المتحدة أن تكون تغطية العجز، تغطية هذه الفجوة من إيرادات النفط والغاز. هذاك إحاطة بسيطة عن المجريات الوضع السياسي وعن الهدنة. سيكون إن شاء الله هناك نقاش لدى وفدنا الوطني مع الأمم المتحدة في هذا الخصوص، وأريد أن أؤكد لأبناء هذا الشعب أننا مع كل ما يحقق الخير والأمن والاستقرار لأبناء هذا الشعب. لن نتردد ولن نألو جهدا لا بحرب ولا بسلام إلى ما يلبي تطلعات أبناء هذا الشعب. ثقوا كل الثقة بأننا نجعل نصب أعيننا كل ما يحقق الخير لأبناء هذا الشعب.